في بلد الحقوق الضائعة نبحث دائما وأبدا عن حقوق الإنسان. كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن رجل عالم في الاقتصاد، عالم كبير، تم إلقاء القبض عليه، ويمكن أعلننا وقت إلقاء القبض عليه هنا في الشارع المصري بعد تغريدة أو بوست لزوجته هي التي قالت يعني تم إلقاء القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق. بدأت الناس تسأل، اللي يعرفوا الدكتور عبد الخالق فاروق كتير، واللي ما يعرفوهوش برضو بدأوا يخشوا ويبحثوا ويعرفوا مين هو الدكتور عبد الخالق فاروق. بدأنا نتكلم مع حضراتكم ونعرفكم أنه قيمة كبيرة جدا تحتاجها مصر الآن في هذا التوقيت الصعب، في ظل الأزمات الاقتصادية الموجودة وفي ظل هذه الأزمات الطاحنة، تحتاج إلى أمثال الدكتور عبد الخالق فاروق ليكون جالسا في أحد اللجان الكبرى التي تناقش الأزمة الاقتصادية في مصر، إن لم يكن على رأس هذه اللجان، لكي يقدم لنا ما يجب أن نقوم به من أجل حلحلة هذه الأزمة الاقتصادية. ولكن في بلد مصر العالم في السجن، العالم في المعتقل، العالم يتم القبض عليه. دكتور عبد الخالق فاروق يا جماعة، تاني وأذكر وأقول وأكرر أنه خبير اقتصادي وسياسي بارز وكبير، خبير مصري وسياسي مصري بارز وكبير ومعروف وله قيمته، مؤهلاته العلمية بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، لسانس حقوق، دبلوم في القانون العام، دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي، عمل باحثا اقتصاديا بمراكز استراتيجية ومكتب رئيس الوزراء، خبيرا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصل على العديد من الجوائز، جائزة الدولة التشجيعية وجائزة أفضل كتاب اقتصادي، وله العديد من المؤلفات، ألف أكثر من 20 كتاب، ظهور الفساد الإداري في مصر، أزمة الانتماء في مصر، اختراق الأمن الوطني المصري، الفساد في مصر، اقتصاديات الفساد في مصر، كيف جرى إفساد مصر والمصريين، وجذور الفساد الإداري. هذا الرجل العالم الكبير الدكتور عبد الخالق فاروق لنا معه وقفة الآن لما يتم وما يحدث معه داخل السجن وداخل المعتقل. طيب أحمد، طبعا زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق هي كان لها حوار صحفي وتحدثت فيه عما يحدث مع دكتور عبد الخالق فاروق داخل معتقله. طبعا اتكلمت للاسف الشديد عن الخوف على حياته، واتكلمت ان حالته خطره، وازاي ان حتى الان لم تلتقي به منذ تم اعتقاله في 20 اكتوبر، وان هي رفضوا، تخيل سعادتك، رفضوا ادخال ادويه او ملابس او اي شيء لازم لصحته. دكتور عبد الخالق فاروق رجل كبير في ايضا في السن والمقام ايضا، وانت اعتقلته وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا، ثم النيابة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. طب هو أصبح رهين عندك، أصبح أسير عندك، ليه بقى التعنت؟ ليه اللدد في الخصومة؟ ليه الانتقام ده؟ راجل مريض وبياخد علاج، وزوجته بتدخل العلاج ليه؟ رفضوا العلاج. أغطية مفيش، طب طعام شراب مفيش، طب زيارة مفيش، ليه؟ ليه هذا الانتقام؟ طبعا الأستاذة نجلاء سلامة الفنانة التشكيلية المعروفة زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق بتقول يا جماعة تبحث، أنا خايفة على زوجي، خايفة الآن الراجل ممكن يعرض مع عدم أخذه وحصوله على العلاج، ممكن يحصل له حاجة وتبقى حالته الصحية خطيرة. ده سؤال مشروع. أنا كمان برضو بستغرب السادة وكلاء النيابة والسيد المحامي العام والنائب العام، هي إيه تهمة الدكتور عبد الخالق فاروق؟ أنا فوجئت إن التهمة انه نشر 40 مقال، نشر 40 مقال ثم تم تحريز هذه المقالات، مقالات في الاقتصاد بيتكلم عن الواقع الاقتصادي المصري، عن السلبيات والايجابيات، عن نقاط الضعف والقوه في الاقتصاد، عن الحلول المفروض وعن الواقع. راجل خبير اقتصادي هيكتب ايه في الطبيخ؟ كتب في الاقتصاد، هيقول ايه؟ هيقولوا ان احنا افضل حاجه في الدنيا؟ لا، احنا اتعس حاجه في الدنيا واحنا اخر حاجه في الدنيا. هيقول ايه غير الواقع؟ يوم يتم التوجيه التهام له من السيد وكيل النائب العام
بنشر اخبار كاذبه. المقالات ال40 دي نشر اخبار كاذبه. احنا اقتصادنا زي الفل، احنا رئيسنا زي الفل، احنا وضعنا فل الفل، لا عندنا فقر ولا جوع. وانت ثم الاكلاشيه المعروف الانضمام الى جماعه ارهابيه. ايه ده؟ ايه ده؟ الرجل لا يعرف سوى الجماعه الوطنيه، الرجل لا يعرف مطلقا سوى الجماعه الخبراء الباحثين الاكاديميين، رجل حاصل على جائزه الدوله التشجيعيه. معظم كتب الدكتور عبد الخالق فاروق حصلت على جوائز عربيه ودوليه. رجل من عام 1991 بيكتب في الاقتصاد. ايه اللي حصل؟ ساعتك النهارده المقالات الاربعين مش عاجبينك. انا اعرف حضرتك ان الراي يرد عليه بالراي، لو ساعتك راي اخر رد عليه، البحث الاكاديمي رد عليه ببحث اكاديمي اخر، اضحض الحجج اللي هو اتشال عليها. الفكره تناقش بالفكره، والراي بالراي، والبحث بالبحث. انما النهارده باحث واكاديمي عمل ابحاث عن اقتصاد مصر الحالي تروح تعتقله من بيته وترميه في السجن والمعتقل، ثم النهارده تمنع عنه الزياره والاكل والشرب والعلاج والانتقام منه. هو عمل ايه؟ يعني هذا الخبير اقتصاد عمل ايه في حياته غير البلد دي بيحبها وفقام عمل عنها، عمل ابحاثه ومقالاته عن حال البلد الحالي. المشكله حضرتك ان انت مش قادر تدرك، انت بتعمق هنا في الروح المصريه في النفس المصريه ان كل وطني حقيقي بيخاف على البلد دي اصبح عندك مجرم. كل واحد بيكشف عوراتك وفضائحك في السياسه الاقتصاديه الان والسياسه العامه الان بقى عندك مجرم. انت كده بتنتقم من اي حد معارض ليك، انت كده بتصفي وتغتال معنويا اي صوت معارض ليك. هذا نوع من انواع الجنون في السلطه، استبداد مطلق. يا جماعه حد من الناصحين ينصح، حد من المستشارين ينصح، حد من المحيطين ينصح. كل ده لا يصيب الا صاحب القرار، مش يعني عبد الخالق فاروق النهارده، معلش مع احترامي، انا شخصيا بدات ابحث عن معظم كتب الاخيره دي. انا ما قريتلوش من ايام كتابه ان مصر بس ليست بلد فقير. انا بدات بقى فعلا بجيب كتب واقراها. انت لم تحفزنا نقرا لهذا الرجل وال40 مقال دول، انا عمال ابحث عنهم. حد بس يقول يعني لهؤلاء رفقا بانفسكم، كفايه قوي تقتلوا انفسكم بهذا الانتقام والثار من كل وطنين، فلا ترتد هذه الرصاصات الى الاسف في صدوركم.